بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله طلبتنا الأعزاء وأسعد أوقاتكم. نتواصل معكم في تقديم محاضرات الفسلجة الطبية المقدمة من قبل الدكتور الاختصاص ليس محمد حسين الكعبي. وصلنا وإياكم إلى Unit 2 Blood and Body Fluids Lecture 13 Part 2 اللي هي Blood Clot. المحاضرة السابقة حكينا على Coagulation تخثر الدم. الآن نانا راح نحكي على Blood Clot أيضا ما سبب التجلط الدموي. طبعا هي تقريبا يعني مرادفات للCoagulation ولكن هذه تعنى بشيء وهذا تعنى بشيء آخر إن شاء الله سيد راح توضح لكم الصورة. البلد كلوز هنا عندنا هاي هسه البلد كلوز داخل الوعاء الدموي. Blood clot is defined as the mass of coagulated blood. يعني عبارة عن كتلة من الدم المتجلط which contains red blood cells, white BC and platelets interact in fibrin meshwork. اللي هي حقيقة تكون تحتوي على كريات الدم الحمراء أو كريات الدم البيضاء والصفيحات الدموية محصورة في شبكة الفايبرين مع الخثرة. هاي هنا عندنا هذه الفايبرين مشورك وهاي داخلها الوايت بي سي والار بي سي والبليتلت. الريد بلاد سيلز اند وايت بي سي وايت بلاد سيلز ار نوت نيسيسري فور كلوتينج بروسيس غير ضروري في عملية التخثر وتكون الـ يعني تجلط الدم أو نعم الكتلة الدموية. However, when a clot is formed, these cells are trapped in it along with the platelets. لكن من تتكون الخثرة هذه اللي راح تكون تكون محصورة وياها مع الصفيحات الدموية. The trapped red blood cells are responsible for the red color of the clot. اللون الأحمر منو مسؤول عنه؟ مسؤول عنه وجود الكريات الدم الحمراء. يعني اللون الأحمر لهذه الخثرة كلونها أحمر بسبب وجود كريات الدم الحمراء. External blood clot is also called scab. يسموه قشرة الجرح. الخثرة الدموية الخارجية تسمى بقشرة الجرح وهي it adheres to the opening of damaged blood vessels and prevents blood loss. فهي هنا راح تلازم وتلاصق فتحة الأوعية الدموية المتضررة وتمنع خروج الدم. Clot retraction. شنو معنى clot retraction؟ After the formation of a blood clot starts contracting and after about 30 to 45 minutes the straw colored serum oozes out of the clot. نقول بعد ما تبدي تتكون الخضرة الدموية راح تبدي تنكمش وراح ينضح منها مادة السيرم بعد تركها 3-45 دقيقة. وهذه العملية اللي هي نسميها احنا the process involving the contraction of blood clot and oozing of serum is called clot retraction. فهي clot retraction هي معناها شنو؟ معناها انه الكتلة او الخضرة الدموية راح تصغر تنكمش في حجمها وبسبب نضوح السوائل اللي بداخلها فهي نسميها clot retraction. Contractile proteins namely actin, myosin and thrombostinin the cytoplasm of platelets are responsible for clot retraction. فهاي المواد البروتينية الموجودة هي المسؤولة عن يعني انكماش الخثرة الدموية سبب clot retraction. شو بس احنا عندنا هذه abnormal ما صار بها clot retraction طبيعي مثل ما هذه. هذه ايضا شو بس هنا هذه normal clot retraction هذه abnormal. هذه عندنا normal clot retraction هذه abnormal clot retraction. ما صار بها oozing بالمادة السيرم. الفايبرينولايسيس انحلال المادة الفايبرين lysis of a blood clot inside the blood vessel is called fibrinolysis. إذن هي عملية تحلل أو ذوبان الخثرة الدموية داخل الوعاء الدموي. It helps to remove the clot. إذن تساعد هذه العملية على إزالة الخثرة الدموية المتكونة في وعاء في داخل الأوعية الدموية. This process requires a substance called plasmin or fibrinolysin. هذه العملية اللي يعني تحطم أو تهشم الخثرة زين تحللها نسميها المادة اللي تستخدم هي اسمها plasmin أو fibrinolysin. فعنا هاي coagulation cascade حولنا prothrombin إلى thrombin والفايبرينوجين إلى فايبرين وتكون هاي مادة clot aggregation of platelets
ولكن الفيبرينولايسيس لا، بوجود البلازمينوجين تحول الى البلازمين راح يسوي لنا ما يسمى بالفايبرين ديجريديشن برودكتس. هسه نفس الشيء ايضا ان الكلوتينج التخثر وهاي هنا الفيبرينولايسيس عكس التخثر. هاي كوجريشن كانت البروثرومين ثرومبين فيبرينوجين فايبرين وتكون الخطر ثرومبوسيس بلازمينوجين بلازمين ويحولنا الفايبرين الى فايبرين ديجريديشن برودكتس ويكون يحافظ لنا على الدم بخاصيته السائل. Formation of plasmin. Plasmin is formed from an activated glycoprotein called plasminogen. Plasminogen is synthesized in liver and it is incorporated with other proteins in the blood clot. إذن plasmin أصلا مين تكون من مادة plasminogen. Plasminogen تكون من liver. Plasminogen is converted into plasmin بخلال شنو شلون يتحول إلى plasmin بوجود؟ يتحول إلى plasmin بوجود tissue plasminogen activator و lysosomal enzyme and thrombin. Also, the tissue plasminogen activator, هذا lysosomal enzyme, are released from the damaged tissue and damaged endothelium. بينما الثرومبين derived from the blood, من الدم. The tissue plasminogen activator is always inhibited by the substance called tissue plasminogen activator inhibitor. مانع ما يسمى مانع هذه المادة دائما يمنع من هذه المادة. It's also inhibited by factor 5 and 8. وايضا منع ماده العامل الخامس والعامل الثامن. بس هذا تشوف بلازمينوجين اكتيفيتر. There is another plasminogen activator called urokinase plasminogen activator is derived from the blood. ايضا من جاي من البلد. بس هذا عندنا البلازمينوجين اكتيفيتر urokinase والتشو تايب حول بلازمينوجين الى بلازمين والفايبرين راح يحول الى فايبرين ديجريديشن برودكت. البلازمين ايضا الى ما يسمى البلازمين انهبيتر حتى يضبط عمل البلازمين في حالات معينة. Sequence events of involved in the activation of the plasminogen. The first one during the intravascular clotting. شلون يتحفز البلازمينوجين؟ إنه يقول خلال عملية التخثر اللي تصير داخل الوعاء الدموي endothelium of the blood vessel secretes ما يسمى thrombo binding protein. Thrombomodulin. It's secreted by the endothelium of the cell of all the blood vessels. Except the many vessels of the brain. Thrombomodulin combines with the thrombin and forming ما يسمى thrombomodulin thrombin complex. هذا الكومبلكس راح يحفز لنا الفيتامين سي اللي عفوا البروتين سي. هذا البروتين سي راح يثبط عمل الفايف فاكتور والفاكتور 8 in the presence of cofactor protein S. هذا البروتين سي ايضا inactivate tissue plasminogen activator inhibitor. Now the tissue plasminogen activator becomes active. Activated the tissue plasminogen activator and the lysosomal enzyme activate plasminogen to form plasmin. Plasminogen is also activated by thrombin and urokinase plasminogen activator. هنا عندنا الانتي-clotting mechanism in the body. عندنا قلنا thrombin مع thrombomodulin. سوينا الكومبلكس يحفز البلازما بروتين بروتين C يثبط عمل العامل الخامس والعامل الثامن. زين هنا عندنا ايضا وجود الهيبارين زين يحفز لنا الانتي ثرومبين 3 هذا يثبط عمل فاكتور 10 يحولنا بروثرومبين الى ثرومبين وده راح يثبط عمل فايبرينوجين الى فايبرين واصلا تتكون كلوتين. Under physiological conditions intravascular clotting doesn't occur. ما يصير اصلا هو التخثر بالظروف الفيستاجيه الطبيعيه ما يصير تخثر داخل الاوعيه الدمويه. It is because of the presence of some physiochemical factors. The body first one, the physical factor, and the continuous circulation of blood. بسبب حركة الدم المستمرة بالدورة الدموية والسموث endothelial lining of the blood vessel والملمس الناعم للأوعية الدموية بطانة الأوعية الدموية الداخلية. The chemical factors, natural anticoagulants, اللي موجود natural anticoagulants called heparin that is produced by the liver. هذا مادة الهيبارين مضاد للتخثر. أصلاً ينفرز من خلال الكبد. إنتاج production of thrombomodulin by endothelium of the blood vessel except in the brain capillaries. Thrombomodulin is a thrombin binding protein. It binds with the thrombin and forms a thrombomodulin thrombin complex. This complex activates protein C. هذا activates protein C along with this its cofactor protein S inactivates factor 5 and 8. Inactivation of these two clotting factors prevent the formation of the clot. إذن هالبروتين سي محفز رأى وجود البروتين اس
راح يثبط عامل العامل الخامس والعامل الثامن، وهذا التثبيط العمل هم راح يمنع تكون الخضرة. كل الكلوتينج فاكتور بهذا الوضع راح تكون شلون هي بحالة غير نشرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.